الشبيبة. المهم مرحلة التعشيش هذه هي سيدرتها، دروك راها قاعدة تسيرها هو هنايا المقاساتها راها تولد دروك. دروك نبدا بها، هو بيخرج دروك راه نبدا بها، غادي نتهلا فيها. دروك دارت مرحلة التعشيش، دروك راها تنقي في لونتوراج تاعها باه تحط ولادها. هي ديجا كان تما بتحكم على الحساب وشايف كاع على بالي بلي مانيير اللي ديرهم، سي بور سا قلت ودي ليلى ليلى نتبعها. هي راها تولد ويسكي، ولادها راهم جايين. ها شفتو الملي قاعد تخرج فيها دروك، دروك راه الربعة ونص الصباح لو 3 ديسمبر 2023. معليش ويسكي كتب لها بانني كنت حاضر ملي جبتها وكوب ليناها وقاعدة عندي تاكل تشرب، نخرجها ندور بيها متهلي فيها، نطلعها صال دو سبور، تبوجي برا، كلشي حتى لمرحلة الولادة. دروك اللي قلنا الجراو تاعها نتهلو فيهم باه ما يضربهمش الهواء، خاص دروك الجو راه بارد، راه عندنا بالك 4 درجات ولا شتي، راني مكيف الشمبرا ندير لها السخانة، مي دروك غادي نعاونها ما نديرونجيهاش، هي استحقت المساعدة، غادي ندخل ونساعدها. غادي ندخل ونساعد حياة دروك تزايرت في كل هو المتاحة يسير، هو يسير هنا هاني هنا هاني هنا ويسكي هاني هنا ويسكي هاني هنا ويسكي نتهلا فيك. شوف راها تنقي في لونتوراج، سبحان الله تنقي في لونتوراج تاع اللي تحط فيها الجراو تاعها. نقولو دايما مع البريسا دي كاناريو، تهلاو فيها اليوم. تسمى هذيك هي تكوبليت لو بريمي اكتوبر 2023، اليوم لو 3 ان شاء الله تولد. ديجا ما بقالهاش كالكو مينيت ولا هي تبدا تولد. ها هي بدات تنقي في لونتوراج تاعها، بصح حتى هي تقطعت مسكينه على بالك، عاد الريسبيراسيون عندها رابيد. هي وكنت نسويلي فيها تما على بالي بالمراحل اللي غادي تفوت عليهم. دروك بقات لها مرحلة الولادة ديالك. ويسكي ضمن نادي الفنون القتالية المختلطة أمام صايده.